انا جيت. كعك كعك هم عامل كعك هم عامل كعك كعك كعك. ايه ده بتاع مين الطبق الصغير ده يا جدعان؟ دعوه مالناش دعوه مالناش دعوه. كعك احلى حاجه في الدنيا الكعك كده. ناكل ايه بقى؟ دوت ولا دوت ولا ندوق الكعك الاول؟ ندوق الكعك. عارفه انت بتاكل كعك؟ من ايه؟ من حظه. الحلال مش بتاعتنا، الطبق بس هو اللي بتاعنا. يا عيني ده اتصدم. الحلة دي مش بتاعتنا؟ ايوه الحلة دي مش بتاعتنا، الطبق هو اللي بتاعنا. جميل صراحة يا ماما. يا عم يا ابني احنا هندي لأم شيماء وأم أسراء وأم بيداء وأم فيحاء كل واحدة شوية. حسب الله ونعم الوكيل في عودة خد من الحال ربنا يكبر وشوفك يا ابو سلام يا ابو. طلع هنا على البيت سنجاب يا ماما. كان يجي فلوس عند ناس ويداهم لك تخصيص حق. انا اداني لك انا تخصيص حق كده. جايبنا من كارفور ياما الحلة دي بس. الطبق مليان عندك اهو. كل دي للجيران ياما. كل دي للجيران والطبق ده بس بتاعنا. يرضي مين ده يا جدعان يعني؟ ده انا عباب جامع طيب انا يعني. كان في تخصيص حق فلوس عند ناس وانت تدوني كده عرفات كده لله. ما الطبق مليان اهو. طبق ايه ياما؟ شد الجوانة محمد ودعي لي ربنا ياخدني. والنبي محمد دعي لي ربنا ياخدنا محمد. اصل انا ماليش في الانتحار والله العظيم ثلاثة. يا ابني ما الطبق مليان اهو. لا يا اما ما ياكلش عيش يا اما لا مفيحاء ولا مفيحاء حتى انا اكل الطبق ده كله. بالعيد بتاعك كلها. اعمل يا جدع لايك اقرأ لي قول لي الله ينور ما تقل اشتمني وفي ما كده بتقدرني انما متعمل تقرا وما تعملش حاجه تبقى احلق وتبرق بس بالكومنت او في البوست بحلق بره وتسال